بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن بعد تأكد من يعني خبر يعني تعيين ملعب 845 لاحتضان مباراة العودة ما بين اتحاد العاصمة والفريق يعني المصري، دخلنا في اتصال مباشر مع إدارة الاتحاد وجهنا لهم دعوة أنهم إن شاء الله يجوا يزورونا في يوم الغد ولا بعد غد إن شاء الله لاجتماع ولقاء هنا بمدينة سطيف، يعني لتحضير لهذا المباراة الهامة لهذا الفريق. وإحنا على كل حال هناك تقاليد على مستوى ولاية سطيف وعلى مستوى يعني في هذا فيما يخص يعني تنظيم هذه المنافسات القارية وحتى المنافسات الوطنية. الحمد لله لكن كان اختيار الاتحاد العاصمه لملعب 845 يعني في الاول هي ثقه اللي وضعوها فينا على حسن يعني كما يقولوا تجربة في تنظيم هذه المنافسات وخاصة في نجاح تنظيمها إن شاء الله. وإحنا يعني نقولوا للأنصار الاتحاد ولفريق الاتحاد حتى يعني أنصار الفريق يعني الزائر اللي يجي يعني إن شاء الله يصيبوا كل ظروف ملائمة لإنجاح مباراة إن شاء الله تكون مباراة رياضية وكروية أخوية إن شاء الله. وإحنا نعملوا جاهدين من أجل يعني توفير نيات وظروف بمناسبة هذه المنافسة بحول الله، ولكن يبقوا بعض الأمور التقنية وبعض الجزئيات اللي نفضل أني نخليها إلى غاية يعني الاجتماع اللي يفصل فيما يخص هذا الأمور فيما يخص يعني التذاكر عددها ووين تباع إلى غير ذلك من بعض الأمور. إن شاء الله من بعد الاجتماع سنفصل فيها بحول الله. والله العظيم يعني في الأول يعني نقول يعني أنه تنظيم هذه المباراة جرى في ظروف جيدة جدا. التنظيم يعني كنا مع باتصال وكنا يعني علاقتنا كانت مباشرة مع إدارة الوفاق للحق يعني عبر اجتماعات اللي درناها اجتماعات تقنية والأمنية وكامل كنا تكلمنا على تفاصيل، وهذه التفاصيل الحمد لله كنا طبقناها ميدانيا. نشكر ايضا انصار الوفاق اللي جو بكثره ابتداء من ساعه افتتاح يعني الاكشاك وحتى بيع التذاكر من الساعه الرابعه، هما كانوا متوافدين ساعتين من بعد نظن انه الملعب كان ممتلئ على اخره. كانت هناك روح رياضيه عاليه ما بين اللاعبين ما بين في حتى في المدرجات مع الأنصار، يعني كنا وجهنا نداءات عبر الوفاق وحتى عبر أنصار الوفاق اللي الحمد لله يعني كانوا في القمة واعطوا درس في هذا الشأن فيما يخص الروح الرياضية. والحمد لله يعني اللي زاد هذا الشيء يعني جمالا هو يعني فوز الوفاق في ميدانه إن شاء الله. ونقدر نقول لك حتى مسؤولين كبار من الوداد البيضاوي اللي تقدموا بشكرهم للإدارة ولولاية سطيف وللوفاق، وكانوا قدموها لي مباشرة ليا على حسن التنظيم. وقدر نقول لكم انه المسؤول هذا قال لي بدلنا مدينه وما بدلناش بلاد، قال لي نحسوا رواحنا كي اللي رانا في بلادنا، كي اللي بدلنا خرجنا من المدينه الاخرى ماشي من بلاد البلاد. هذا يعني حاجه تشرف البلاد وتشرفنا احنا كمنظمين، وحاجه اللي تزيد فينا يعني باش نزيدوا نمدوا اكثر فاكثر بحول الله. والله هذا اضعف شيء نقدموه الممثل الجزائري، هذا فريق جزائري. شوف الجزائري كي تعود خلينا احنا من في البطوله، انا كاين النديه والتنافس ما تخرجش على الاطار الرياضي تاعها، لكن فيما يخصنا يعني كي تعود نادي جزائري يمثل الجزائر تلقى الناس اكل انصار كامل تاع الفريق 48 كامل تاع الجزائر وكل يساندوا الفريق هذا. احنا فريق اتحاد العاصمه فريق جزائري راه يمثل الجزائر في كاس الكاف. احنا نتمنوا ان شاء الله من صميم الفؤاد باش الفريق هذا ان شاء الله يفوز، وان شاء الله ان شاء الله يا ربي حين يتاهلوا كما ان شاء الله يا ربي يتاهلوا نادي وفاق سطيف. يوم 23 انا تكلمت وطالبت من الانصار تاعنا باش يجيو بقوه ويفتحوا الابواب البيبان تاعهم لخوتنا تاع اتحاد العاصمه المناصرين، يجيو كذلك بقوه يقعدوا في نفس المدرجات مع بعضهم ويساندوا الوطنيه.
ان شاء الله احنا الحين نضع تحت تصرف اتحاد العاصمه كل ما يطلب. انا نقول من هذا المنبر تاع الهداف نقول لاتحاد العاصمه اهلا وسهلا بكم، لي فيستيا تاع نادي وفاق سطيف اهلا وسهلا بكم بها نحلوها لكم. مام البيس انا نطلب من خوتنا تاع اتحاد العاصمه اللي جايين في الطائره ولا لسطيف سي با لا بان يجيبوها، بيس لو بيس تاع الكلاب تاعنا تاع لونطوط يكون على ديسبوزيسيون تاعهم اتو مومون لي زونطايمون الوقت اللي يحبوا فيه. ان شاء الله يلقاونا دائما معاهم، ان شاء الله يا ربي يتاهلوا وان شاء الله نفرحوا ان شاء الله لما لا مع بعض. نظن باللي مديرية الشباب والرياضة وكل السلطات المحلية رحبوا بالفكرة هذه. الأنصار حنا ما نكونوش متواجدين لكن أنا اليوم درت لوبي تاعي روتور دو 21 إن شاء الله باش نحضر المقابلة أنا واللاعبين وكل شيء. إن شاء الله هما يتأهلوا وحنا نتأهلوا باش نشرفوا هنايا الوطنية ونبقاو دائما في فيها قطع الألقاب والتتويجات إن شاء الله. كاينة نقطة ثانية لازم نأكدوها لأنه على رأس النادي هذا كاين زميل وصديق وأخ وكان رئيس نادي وفاق سطيف عبد الحكيم صغير نحييه ونتمنى له كل نجاح وتوفيق، الإخوة حداد كل مناصرين كل مسيرين تاع اتحاد العاصمة سواء اللي كانوا من قبل يسيروا كيما سعيد عليق ولا الجماعة هذو اليوم يسيروا، نتمنى لهم كل نجاح وتوفيق ونقول لهم أهلا وسهلا بكم. احنا رحبوا بفريق اتحاد العاصمة حسبوا فريق يعني من الفرق الجزائرية وهذا شرف لي نختار يعني ملعب 845. ما يخفاكمش باللي ملعب 845 هو ملعب مؤهل من طرف الكونفدرالية الإفريقية ونقول لهم أهلا بكم في ملعب 800 وإن شاء الله كل الظروف تكون مهيئة وكل الإمكانيات راح نسخروها لهذا النادي اللي يعتبر نادي عريق في الجزائر اللي راه ينافس على كأس الكاف. احنا يعني هذا واجب علينا وواجب رياضي واخلاقي وباش نسهلوا لهم الماموريه نتاعهم هنا وان شاء الله يعني من هذا الملعب راح ينطلقوا ويتاهلوا للدور نصف النهائي ولما لا يظهروا بكاس الكونفدراليه يعني.